حالة هايبوفسفاتيميا في بافالو دايما بتيجي بعد نهاية موسم البرسيم. هنا حالة جوندس واضح في الفاجينا، اليلو ديسكالوريشن بتاع الفاجينا، ميوكس ممبرين، وبيبقى ينزل ريد يورين او ريد بلاك يورين، علامة مميزة لحالات الهايبوفسفاتيميا، والحرارة بتبقى نورمال، بيبقى في رومينال ستازس او ديكريس في الرومينال موفمنت، في بارشال لوس في الابيتايت، ودي عينة اليورين اللي هي لونها زي الكاكولا او لون الشاي. الحالات دي بتتعالج بدايبيزك صوديوم فوسفيت او صوديوم اسيد فوسفيت، بيتحل 60 جرام في 300 سم ميه تحت الجلد، وبندي تونوفوسفان، وبندي في كميات من الصلاين ومن الجلوكوز عشان الحيوان ما يحصلوش رينال فيلير.